السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وباللي تمنيتم ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، الكماله ديال الفيديو اللي فات، الفيديو اللي فات اللي قبل من هذا، اللي ما شافوش يرجع للقناه. شاركت معكم راندا ديال جابادور ديال الوليدات الصغار. كما قلت لكم ماشي خاصه بالوليدات الصغار، يعني تقدروا تخدموها حتى في بياسات كبار. شفتوا هاد الراندا كيفاش كتجي؟ كتجي رائعه. وشكرا على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي قبل من هذا، وبزاف الاخوات كيحسب لهم راني كنخدم في جابادور، ماشي جابادور البنات، هذه هذا راه غير طريف ديال الثوب. انا غير وريتكم الموديل كيفاش تخدموه، وانتم راه شرحت لكم مزيان. الاخوات اللي كيقولوا لي كيفاش ندير فتحه العون، كيفاش ندير الدريس في الكمام، رانا شرحت لكم البنات. بقاو تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، راه كنشرح فيه بزاف ديال الحوايج. انتما دابا ما تفرجوش الفيديو كامل، علاش؟ ما عرفتوش شنو غادي ديروا. قلت لكم هنايا في الفتحه ديال العنق الخدمه اللي خدمنا هنايا، خدمنا نص وخدمنا نص، خدمنا الجهه الاولى بوحدها والجهه الثانيه حتى هي بوحدها، عاد لقيناهم. الفتحه ديال العنق غنخدم فيها غير هاد الجهه بوحدها، نخدمها هنا، والجهه الاخرى ثاني ديال الفتحه ديال العنق غنخدم فيها غير جهه وحده، ولكن ما غنلاقيهمش، غتبقى محلوله، يعني غتجيني خدمه من هنا وخدمه من هنا، وعاد غندور بها على العنق. هذيك الخدمه، هذه الخدمه اللي خدمت هنايا غير فهاد الجهه، غنكملها حتى لراس العنق ديال دوره العنق، وندور بها في الدوره ديال العنق، يعني فهمتوا؟ ونفسها غادي نخدموها في الكميمات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الدريس. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي شاركي معنا الدريس كيفاش نخدموه في الجنب ديال هاد الراندا هادي، ها نتوما كطويو الثوب بحال هكا. المهم جابادور غتخدميها كامله حتى لتحت، لان ما تكونش فيها فتيحه في الامام. جابادور كتكون هكا فوق الركبه، يعني ما فيهاش فتيحه في الامام، كتكون فتيحه في الجنب، في الجناب، يعني في الجناب فين غادي ديري الدريس. دابا هنايا الفتيحه ديال الجناب ديروا فيهم الدريس ديال جوج. وبالنسبه لهاد الراندا كما قلت لكم غتخدميها على طول جابادور كامله وفي الكميمات، وغادي تجيو هنايا في الجناب التي نتبتو بعد الثوب، غادي نثبتوه بحال هكا. غتزيدوا واحد الجماليه زوينه لهاد الراندا هادي اللي درتو ليها هاد الدريس هذا، اللي بغات تكتفي بها بحال ما هكاك. كما قلت لكم كل وحده كيبقى ليها الاختيار. كتثبتوها بحال هكا وكتجيو هنايا للجناب، يعني من الفتحه ديال العنق اللي درتو هنايا الفوق، وكتبداو بالدريس. الدريس كتخدموه باللون اللي دخلتو في الوسط. ها انتما اول حاجه كنثبتو الحرير، صافي. غادي نجي نشد غريزه هنايا غير ما بين دوك الدقات اللي في الثوب، هما فين كنضربوا. غادي نرجع لهاد الغريزه ونلوي جوج اللويات، الخيط هكا شفتوه على اليسار، وغادي نرجع الخيط على اليمين، ندخل البره هنايا. هذا الدريس ديال واحد، حنا غادي نديرو الدريس ديال جوج. غادي نجي لهنايا نضرب الدقه الثانيه، نرجع البره ندخلها هنايا نلوي جوج ديال اللويات، نعاود نمشي للدريس الاول، الخيط على اليمين كندخلوا البره نخرجوها في دائره الحرير، وكنرجعوه على اليسار. ها انتما شدوا هذا الرويس هذا بحال هكا وزيروا، وكنرجعوا في هذه الغريزه اللي هنايا، نشد في الثوب. غادي نعاود نجي هنايا ثاني ونشد في هاد الغريزه، نلوي جوج ديال اللويات، زيروا هاد جوج ديال اللويات، حاولوا تزيروهم. الا كنتو بارمين الخيط غير على جوج ديال الشعرات، ديروا ثلاثه ديال اللويات باش كيجيكم هاد الدريس باين. نجي نشد ثاني غريزه في الثوب، جوج ديال اللويات، وكنرجعوا للسنينه اللي قبل منها نشدو فيها. هانتوما هاد الدريس هذا هو اللي تخدموه في الافتتاحات، اما في الكميمات غتخدموا النص ديال هاد الخدمه هذه، تخدموا النص ديال الخدمه وديروا ليها حتى هي الدريس في الجناب. المهم انا غنسالي الدريس وغنعاود نشرح لكم باش كل شيء يكون واضح، وحتى وحده ما يبقى عندها ان شاء الله حتى شي تساؤل. غادي نعاود ثاني جوج اللويات، هذا كيتسمى الدريس ديال واحد. بغيتي ديري غير هاد الدريس ديال واحد كيبقى لك الاختيار، انا جاني هكا الدريس ديال جوج غادي يجي احسن.
الويجوج ديال اللويات، وكنرجع للسنين الاولى. ما تنساوش البنات، ما تنساوش اللايكات، ديروا لايك، ما خاسرين حتى شي حاجه. دخلتي لهذا الفيديو هذا واستفدتي، فما تبخليش عليا باللايك، ديري لايك وديري تعليق، ولو غير وريضات او لا قليبات هكا باش يطلع الفيديو للبنات اخرين. غادي نعاود ثاني نشد هكا في الثوب. كما قلت لكم خليوا لي التعاليق ديالكم زوينه اللي كتشجعني وكتحفزني وكتساعد الفيديو حتى هو باش انه يطلع يعني البنات اخرين. شكرا لكم، الهلا يخطيكم عليا. غادي نشد ثاني هنايا في هاد الغريزه الويجوج ديال اللويات، ونرجع للسنين الاولى جوج ديال اللويات. ها انتما بهذا الشكل هذا. البنات اللي ما كيبانش ليها واضح مزيان، شاهدي الفيديو، شوفي الفيديو بشكل العرض ماشي بالطول، قلبي التليفون على العرض وعاده باش تفرجي في الفيديو باش يبان لك واضح مزيان. صافي وغادي نرجع. ها انتما هما اربعه ديال الدريسات، غادي نكملوا بحال هكا. كتخدموها في الجويهات بجوجهم، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش تثبتوا هذا الدريس هذا. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا، غادي نبقى هكا غدا بالدريس، نخدموا في هذه الجهه وفي الجهه الاخرى حتى هي، ونرجع معكم باش نشوفوا الطريقه كيفاش نثبتوا هذا الدريس هذا. ثم البلاط هنايا من بعد ما خدمت هذه الجهه، هذه خدمت الجهه الاخرى حتى هي وثبت فيها الدريس. هنا غنشارك معكم الطريقه كيفاش غادي نثبت هكا الدريس في الثوب باش ما كيبقاش لنا بحال هكا، لان ملي غادي نمشي نصلح قدرت وحده تصلح مقاده، وحده تصلح لا يعني تصلح عوجه. اللهم من الاحسن اننا نشدوه بالبره والخيط. اول حاجه ها انتما كندخل البره هنايا تحت من الراس ديال الدريس، تحت من الراس، وكنشد الراس ديال الدريس كندخل البره نخرجها ثاني تحت من الراس الاخر. ساهله الطريقه باش كنثبتوا الدريس. والخيط خاصو يكون هذا الخيط ديال الخياطه، هذا العادي خاصو يكون نفس اللون تاع الدريس، ماشي نفس اللون تاع الثوب، يكون نفس اللون ديال الدريس، حيت كنشدو في الدريس بحال هكا ما خصوش يبان. صافي غادي نستمر بحال هكا، كتدخلوا البره كتخرجوها تحت الراس الاخر باش كيتثبت لينا الدريس وكيجي مزيان. غادي نجي تاني نشد الراس الاخر هكا حتى كتثبتوا الدريس ديالكم كامل. الطريقه راه ساهله، غير حاولوا ما تخرجوش بحال دابا هكا، غنشد هكا الرويس ما تخرجوش بعيد مثلا، جيو هكا حطي يدك هكا قادي البلاصه فين غادي يجي الدريس، وتما خرجي البره باش ما يبانش لينا هذا الخيط باش ثبتناه بحال هكا. هانتوما شفتوا راه كيبان لاصق الدريس مع الثوب، وما تيبانش كاع باش لصقناه، كيبانش الخيط. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا، وكنعقدوه في الخلف ديال الخدمه وتنقطعوا الخيط. صافي كتخدموها بهذا الشكل هذا هانتوما كيفاش كيجي هذا الزواق هذا. راه كيجي البنات بحال كترفيل، بحال كيبان من بعيد كانه كترفيل، ما كيبانش كاع بلي راه غير دريس اللي دايرين في الجناب. كما قلت لكم غادي تخدموا النص في الكميم وديروا ليه هاد الدريس هكا، غادي يجي هاد النص ديال الخدمه غادي تجي هنايا، والدريس غيجي هنايا من اللور ماشي من فوق الخدمه، لا غادي ديروه حتى هو فوق الثوب. نتمنى تكونوا فهمتوني، اللي عندها شي تساؤل اللي ما فهمت شي حاجه خليو ليا في التعاليق. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم والبارطاج، وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.